هذه يعني نطلع من هالوباء هذا بأقل الأضرار، وبس بنفس الوقت يعني بنستخلص العبر منه، تحديدا في موضوع الجامعة والتعليم عن بعد والموضوع هذا. أنا بدي أحكي من زاويتين. الزاوية الأولى موضوع الجامعة، كإدارة جامعة أخذت قرار في 5/3 بالتحول للتعليم عن بعد، لأنه كان الهيئة الوضع بالنسبة لنا إحنا أهمية التواصل مع الطالب والعملية الأكاديمية أنه ما توقف، كان هذا واحد من أهم الأولويات للجامعة. والحقيقة أنه إحنا مدركين أنه كان الموضوع مش سهل لزملائنا الهيئة التدريسية وزميلاتنا وأيضاً الهيئة الإدارية، لكن ومع هذا الحمد لله أنه كان الانتقال إلى حد ما جيد، وكان في هناك يعني متابعة أول بأول من العمداء، رؤساء الدوائر، النائب الأكاديمي، ثم إدارة الجامعة، زملائي النواب، وكنا نتابع الحقيقة العملية ونشوف في بعض الأمور اللي كيف في إمكانية إنه نخفف أثرها. بقول أنا إنه بعد 3 أشهر أول إشي إحنا إن الفخر إنه الجامعة التعليمات اللي حطتها التزمت فيها برضو وزارة التعليم العالي واستخدمتها. موضوع التقييم اللي صار عليه كثير من النقاش، مش بس عنا، لا على مستوى الجامعات الفلسطينية تجاوزنا إلى حد ما يعني بمساوئه وبرضو بنفس الوقت بفوائده. بالمناسبة بقول إنه هذه بالنسبة لنا إحنا تجربة خضناها مجبرين، لكن هلأ المرحلة الجاي مرحلة تقييم الوضع، وإحنا على أعتاب الفصل الصيفي اللي بالإمكان إنه يكون فصل برضو إلكتروني، وهذا كله ببين لقدام شوي. فأنا بتصور إنه بتصور انه هلا الوضع عندنا طلع الدكتور، فقدنا الاتصال مع الدكتور عماد، بتصور انه بيرجعوا بيعملوا كونكت مره ثانيه. طيب كمان خليني استغل الفرصه واذكركم انه بنقدر نعمل نكتب الاسئله اللي عنا اياها على التشات، فاي سؤال عند المشاركين ممكن يتركوه على التشات. نستنى ثواني ممكن يرجعوا يتصلوا. اوكي بس يا ريت كمان اذا نشتغل على الراي، استطلاع الراي كمان للزملاء اللي دخلوا الان والجمهور بشكل عام اللي دخلوا في اخر اللقاء، كمان اذا قدرنا نخلي في مداخلات من الاشخاص اللي او ضيوفنا اكيد رح نسمح بالمداخله. طيب عشان نستغل الوقت خلينا ننقل لممثلي الكليات، ورح نبلش حقيقة كيف كاتبينهم بالدعوة. رح نبلش بالدكتور غادي زكرنة، ممثل كلية الهندسة. طبعا يعطينا بس ثواني عشان نعمل شير للبوربونت اللي شاركنا معاه، فدقيقة ونكون مع الدكتور غادي زكرنة. طبعا نشكر لكل الممثلين الكليات الالتزام بالدقيقتين للحديث عن تجربتهم حقيقه، لانه المحصولين كثير بالوقت. تفضل صوت بس شوي، ميوت الصوت ماشي دقيقه بس نشيل الميوت. participants when I can search here. لازم نطلع من الشير أول بديها بس عشان نلاقي هذا. نكسر من الدكتور غادي وناخد الدكتور مصطفى بس عشان نشيل الميوت. يعني شيل الميوت عن الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى تفضل. دكتور دكتور دي يكمل معكم تفضل. اسفين مره ثانيه، يعني احنا هذا كمان موضوع التقنيات في موضوع التعليم عن بعد، برضه هذا واحد من الامور اللي بالفعل يعني انا بقدر كثير الجهد اللي بذل من الزملاء
الهيئة التدريسية وكمان من الطلاب من جانبهم زي ما حكينا فجأة كان. اللي بدي أقوله إنه إحنا مقبلين على مرحلة جديدة والتعليم الإلكتروني راح يكون جزء مهم في تكوين الجامعة، وبالتالي إن شاء الله كل التجارب هذه اللي خضناها مع بعض المفروض إنه يصير في عليها تقييم ونشوف كيف بالإمكان إنه يعني نمشي فيها في المرحلة اللي جاي. واضح إنه خلال العملية التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد ظهرت بعض الإشكاليات اللي بالفعل إحنا لما نطلع على اللي ما كتب من التقييم للتعليم عن بعد في كل الجامعات سواء في العالم العربي أو حتى في الدولي بنلاحظ إنه نفس الإشكاليات اللي موجودة، لكن في واحدة ظهرت من الإشكاليات اللي ظهرت وهذه كان لها يعني قليل من الكتابات اللي هي موضوع ربط التعليم بالتربية. وإحنا في الجامعة هون ظهرت وكنت أتابع أنا ظهرت بعض السلوكيات اللي ما كانت الحقيقة وكانت مستهجنة من كثير من الطلاب في خلال التعليم الإلكتروني، وهذه السلوكيات كنا نحكي إحنا إنه صحيح إنه هذا تعليم جديد لكن المفروض إنها ما تكونش. إنما مرة ثانية كل التربويين بيقولوا إنه موضوع التعليم الوجاهي في له ضوابط، في له طبعاً مجتمع التعليم والجامعة بتعليماتها، الطالب مع زملائه في المحاضرة والتعليم الوجاهي هذا بيعطي ضوابط كثيرة، هذا ما بيوفرها التعليم الإلكتروني. فأنا بقول إنه يعني إحنا كمان كتربويين وأساتذة لازم نأخذ بعين الاعتبار الموضوع هذا ونشوف لقدام شوية كيف ممكن إنه يعني هذا التعليم الإلكتروني نحوله كمان لفائدة في الموضوع التربوي. شغلة مهمة بالنسبة لنا إحنا للمستقبل للتعليم الإلكتروني، واللي أنا مرة ثانية وثالثة بشكر كل الزملاء اللي والزميلات اللي بالفعل بذلوا مجهود كبير، وأنا بعرف إنه المجهود اللي انبذل في التعليم عن بعد أكبر كثير كثير من المجهود اللي بذلناه في التعليم الوجاهي، لكن إن شاء الله إنه هذه التجربة بتكون يعني تجربة غنية للمستقبل. الموضوع المساقات وتقييمها صحيح إنه كان في ديبيت داخل الجامعات الفلسطينية وفي جامعتنا تحديداً كيف بدي أقيم أنا الطالب في نهاية المساق، وإحنا أخذنا قرار والقرار هذا يمكن ما عجبش زملائنا إنه كانوا بيفكروا لا امتحان، لكن صدقاً إنه لما أخذنا القرار قد يكون في يعني دقة كويسة، لكن بنفس الوقت في اعتمدنا على موضوع الامتحانات اللي بدون رقابة واللي قد يعني تكون لا يعني لا تأخذ المنحة اللي له علاقة بالجودة وله علاقة بالأونستي، وبالتالي رحنا للتقييم من خلال مشروع المساق. فأنا اللي شايفه إنه هذا موضوع برضه لازم نأخذ التجربة اللي أنتم مريتوا فيها، والمرحلة اللي جاي إحنا والنائب الأكاديمي وزملائنا العمداء وأنتم بندرس بالضبط كيف الأمور هذه بالإمكان إنه تنحط كامتحان مثلاً، لكن بضوابط وبآليات ممكن إنه يعني ما يكون في إشكالية كبيرة في عقد الامتحان وبرضه التقييم الطالب ووضع العلامة المناسبة له. أنا بدي أكتفي لهون، أكيد يعني عندكم الكثير من التجربة اللي ممكن إنه تشاركوا فيها، بس أنا بطلب طبعاً بشكر وحدة توكيد الجودة والأستاذة خولة، وبطلب إنه هذا يكون موثق في من خلال تقرير، والتقرير هذا يتعمم على الجامعة بالتوصيات للمستقبل. شكراً كثير وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم. شكراً كثير دكتور. خلينا ننقل للدكتور مصطفى. شكراً دكتور، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. أنا يعني سعيد جداً أنه ألتقي فيكم في هذا الويبينار اللي قد تكون مدته قصيرة، ولكن إن شاء الله راح نستفيد من هذا النقاش ونستمع لهذه التجارب القيمة واللي راح تحل لنا كثير من الإشكاليات وتجاوب على كثير من التساؤلات المراحل القادمة. بداية أنا بتوجه بالشكر الجزيل لوحدة تحسين الجودة والطاقم اللي بعمل مع الأخت خولة
شكر جزيل للدكتور محمد تميمي بالمساعدة والدعم والإدارة. شكر جزيل لزملاء المشاركين ممثلين عن الكليات واللي تم ترشيحهم من قبل العمداء، مشكورين. شكر للدكتور غادي زكرني، شكر للدكتور الأستاذ الدكتور نبيل عرمان، شكر للأستاذ معتصم النتشي، والشكر للأستاذ رامي الدراويش، وشكر للدكتور شرف الطردي والدكتور ممثل عن كلية الطب دكتور سلام الوحش. شكر لكل الحضور طبعا، للزملاء المشاركين واللي راح يعني يثرون بهذه التجربة، ممثلين عن كلياتهم مرة أخرى بأكد أنه مرشحين من قبل العمداء ولهم هذه التجربة اللي قد تنعكس على كثير من زملائهم. أنا برضو أنا بديش أخذ دور زملائي، أنا حابب أسمع منكم وحابب أستفيد، لأنه كل ما راح نسمعه وكل توصياتكم راح ننقلها مرة أخرى لمجلس العمداء. إحنا مقبلين على مرحلة أهم بكثير من المرحلة اللي عدت. المرحلة اللي عدت كانت مفاجئة للكل، مفاجئة للجامعات الفلسطينية، مفاجئة للإقليم، مفاجئة للعالم. والإشكاليات اللي واجهتنا واجهت كل الناس، كل الطلاب، كل الأساتذة اللي إلهم دور في هذا الموضوع والتعليم، التعليم عن بعد. إحنا من البداية إذا بتذكروا ما حبينا نسميه تعليم إلكتروني، وقلنا هذا تعليم عن بعد. التعليم الإلكتروني وسيلة من الوسائل ممكن تساهم وتساعدنا في السيطرة على هذه المشاكل وتضمن لنا تواصل مع طلابنا. بدينا بفكرة الفيرتشوال كلاس روم على اعتبار أنه مش راح تعمل عندنا خلل كبير، المحاضرة تبقى محاضرة داخل القاعة وهناك بث مباشر للطلاب وللبارتسيبنتس وإلهم مجال للنقاش. خلقت إشكاليات إنه البث المباشر واللقاء المباشر قد لا يضمن عدالة في الوصول لكل الطلاب. إحنا مدركين إنه غالبية شعبنا الفلسطيني، غالبية البيوت، غالبية الطلاب من الصف حتى من الروضة يمتلك جهاز الموبايل ويستطيع التعامل مع هذه الوسائل، إلا إنه قد يكون 1% أو 1 في 1000 هم السبب أو هم العذر اللي راح يتضرع فيه كثير من الطلاب، سواء عنده القدرة على التغطية أو عنده القدرة على شراء حزمة إنترنت بما يكفي مئات الميجا بايتس وتكرار الحزم، إلا أنه قد تكون هي هذه حجته إذا بدي يتهرب من الموضوع أو يعتبرها ذريعة لعدم التواصل. كل هذا فاهمينه احنا ومدرسينا وطلابنا المجتهدين بيعرفوا انه هذه كانت فرصة للبعض. ما في عدالة في التقييم، احنا رحنا بأقصى طاقاتنا للتعليم عن بعد، وصلنا المادة العلمية، كان دور التقييم مشان نشوف شو انجزنا او قديش حصل طلابنا. التقييم انا وانتو ما حدا بينكر انه التقييم ما استجاب لكل الحالات وما كان في العدالة المطلقة لكل الطلاب ولا كان وسيلة مناسبة لكل أساتذتنا ولكل مساقاتنا، لكن هذا اللي كان موجود عندنا. البعض من الزملاء طالب أن يكون هناك امتحان إلكتروني. الامتحان الإلكتروني أنا بحكي لكم وإنتوا اطلعتوا، الامتحان الإلكتروني الثقة معدومة فيه إلى أبعد الحدود طالما غابت الرقابة. الامتحان الإلكتروني اللي ممكن نثق فيه ويعني يساعد هو الامتحان الإلكتروني اللي لنا تجارب فيه. احنا عقدنا امتحانات إلكترونية داخل أسوار الجامعة أو داخل قاعات في عليها رقابة، هذا الامتحان الإلكتروني. الامتحان الإلكتروني إذا غابت الرقابة عنه في إشكاليات كبيرة وأصبح مثله مثل غيره من وسائل الغش والتزوير، هناك كانت مجموعات على الماسنجرز، هناك كانت مجموعات على الواتساب، وكان اتصال وخط مفتوح أونلاين للحصول على إجابات من ناس موجودين داخل البلد وخارج البلد. في هناك شخصيات تقمصت وأدت دور الامتحان من أصحاب الخبرة محل طلاب. أنا ما بدي أطيل وما بدي، بس أنا حبيت أطمنكم إنه يعني القرارات اللي كانت سابقاً والتوصيات اللي كانت سابقاً
مش مقدسه للمرحله القادمه. احنا بدنا نبني على تجربتنا وبدنا نعزز تجربتنا ونعزز الثقه ما بيننا وبين زملائنا ومع طلابنا. شكرا. ان شاء الله انه بنسمع منكم شيء كثير كويس. شكرا. ان شاء الله يعطيك العافيه. شكرا. طبعا انا برحب بممثلي كليات مدى ثانيه، طبعا كل واحد باسمه ولقبه، طبعا مع الاحترام للكل. طبعا في عندنا كمان ممثل عن كليه الدراسات العليا وممثل عن مركز اللغات، ممثل الدراسات العليا هو الدكتور عبد الرحمن الحلواني، وممثل المركز اللغات هو الدكتور محمد التميمي. هم كمان رح يشاركوا. كمان على اساس اني انا ما ذكرتش الدكتور عبد الرحمن، شكرا جزيلا له كمان. فانا وانت مش مشكله بنفس الشيء، بس اهم شيء نشكرهم وعلى وجودهم. شكرا لهم كثير. رح نبلش كمان مره مع الدكتور غادي زكانة. تفضل دكتور، بس اعطينا ثواني نعمل مشاركه للسلايد. السلام عليكم، تحياتي للجميع، تحياتي للدكتور عماد، دكتور مصطفى، ست خولة، الدكتور محمد وجميع الزملاء. مساء الصوت واضح مسموع؟ جاهز. تمام. حاب يعني اقدم مشاركتي بشكل بسيط عن في التعليم الالكتروني. في الشكل الاساسي اشتغلت على برنامج الزوم. له ايجابيات عن جوجل ميت، انه سهوله مشاركه الشاشات الى اخره مع الطلاب، يسجلش مباشر على اليوتيوب، فبالتالي الضغط على الانترنت شوي اسهل من اللقاءات. سجلتها على اليوتيوب وعملت لكل كورس بلاي ليست وشاركتها مع الطلاب. التواصل طلابنا اكيد احنا عارفين كلهم عشاق الفيسبوك، وبالتالي كل عملت لكل مساق مجموعه على الفيسبوك للاعلانات وللتواصل للاحيان استفسارات. تسليم الواجبات كان عن طريق الجوجل فورمز، بالتالي هو بيسهل عمليه التسليم بشكل كبير. احيانا كنت الجا للجوجل درايف بسبب انه احيانا الطلاب لازم يسلموا فيديو او لازم يسلموا ملفات حجمها كبير، فبالتالي الجوجل درايف بيحل بعض الاشكاليات. الاستفسارات التواصل عن طريق الماسنجر والايميل، ودائما نفضل بدء اي محاضره بمناقشات على المحاضره السابقه لان تبلش تظهر مشاكل الطلبه. بحب ابلش دائما بطريقه ايجابيه. التعليم الالكتروني اعطانا فرصه احنا كمدرسين، او بحكي عن على الاقل من ناحيه شخصيه، فكرنا بالمساقات بطرق غير تقليديه من حيث طرق التدريس ومن حيث المحتويات. غادي نصف دقيقه معك، هي مش تحملنا نصف دقيقه. ماشي. لا راح اسرع شويه. التعليم الالكتروني كان محفز لاستخدام ادوات جديده وبرامج جديده مش متعارف عليها، مثل برامج الاوبن سورس. بعدين اظهرت كثير تحديات للطلبه، وهنا بحكي في كل هاي الحالات انه لما يكون اعداد الطلاب اعداد الطلاب محدودين. هون بحكي عن طلاب التخصص، بسبب سهوله الرقابه كانوا طلاب جديين بشكل كبير. ممكن ناخذ واحده من السلبيات لو على السريع اذا سمحت. السلبيات: صعوبه التقييم، العلامات كانت واضحه، غياب الامتحانات كان مشكله بتقييم بعض المعارف النظريه والمفاهيم، يعني المشاريع غطت شغلات كثيره، مشاكل البنى التحتيه وغيرها، والغياب الى اخره كانت اكيد واضحه للكل، ما بدنا نعيد فيها. وكل ما زادت اعداد الطلاب كانت هي المشكله تتفاقم. ممكن نروح على السلايد الاخير عشان ننهي الموضوع. الاهم التوصيات اللي ممكن نحكي فيها في المستقبل: اول شيء اعداد الطلاب لازم نحجمها اذا احنا ندرس عن الالكتروني عشان نضبط الجوده، بالذات بغياب الامتحانات. نفكر في الامتحانات الجديده. المختبرات وتناسقها مع المساق النظري كانت مشكله كبيره، لازم نفكرها بحل. التدريس: الطلاب احيانا كانوا يشكوا انه يشغل جوجل ميت ولا زوم ولا غيره، لازم نوجد اليه شوي تسهل على الطلاب. ضرورة الإلزام المدرسين بالتفاعلية خلال المحاضرات، يعني مبدأ محاضرة مباشرة ومسجلة، وأحيانا طريقة التدريس يعني تكون شوية تفاعلية مع الطلاب. شكرا كثير لكم. شكرا. وتحياتي للجميع، كل عام وانتم بخير. خلينا نقول للدكتور نبيل عرمان. طبعا دكتور نبيل عرمان ممثل عن كلية هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. ثانية دكتور نبيل، بس عشان نشيل الميوت. نبيل، دكتور نبيل ما في كاميرا عندك؟ لا ما فيش، بعدين حس امني هذا يا دكتور. رهيب انت يا رجل. الله يعطيك العافيه. من الجهه الثانيه انا دكتور، اعطيني ثانيه بس اعمل شير
تفضل دكتور، يعطيك العافية. تفضل. يعطيك العافية، وإن شاء الله ربنا يعني بيكشف الغمة عن الجميع، وبرضه بنقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر. يعني حقيقة لما حكيت الموضوع كله دقيقتين، صار الواحد بيحكي بس أسلم على الجماعة وخلصنا، شو بدي أحكي في دقيقتين يعني. فأنا كنت بدي أعمل برزنتيشن كاملة، بس عودت اختصرت لما شفت في برزنتيشن حكينا بنعرض أشياء معينة. يعني خلينا أنا أحاول بس أجاوب بصورة سريعة عن التساؤلات اللي انطرحت يعني في الإيميل الأول، إنه كيف تم الاتصال والتواصل مع الطلبة. في البداية يعني كنت أنا بعمل إعلانات للطلاب على اللي هو الكلاس روم، على موقع المساق على الكلاس روم. في المرحلة اللاحقة صارت الأمور أسهل، لأنه عمادة التسجيل مشكورة قاموا بتوفير قوائم البريد الطلبة، وصرنا نتواصل معهم بصورة أسهل. يعني طرق التدريس اللي استخدمت، حقيقة زي ما بتعرفوا إنه التعليم عن بعد يعني من أدواته الرئيسية هو تعليم إلكتروني يعني. وبالتالي احنا في التعليم الالكتروني في عندنا طريقتين، اما بدنا نشتغل بصوره متزامنه او بصوره غير متزامنه. انا بالنسبه لي كان عندي تجربتين، في عندي شعب صغيره فيها 15 طالب، وهي الشعب حقيقه كنا نشتغل بصوره متزامنه، بندخل مع الطلاب في وقت المحاضره وبرضه بنتناقش وبنعطيهم اسئله وبنعرض لهم المحتوى التعليمي المتعوب عليه، ولو حقيقه غلبنا لانه الواحد ما كان مهيئ لامور زي هيك يعني. إضافة لتسجيل المحاضرات ونرفعها للكلاس روم بعد ما يخلص اللقاء، يعني الطلاب اللي ما بيتمكنوا لأسباب معينة أو أسباب تقنية يدخلوا معنا بصورة متزامنة ممكن يشوفوا التسجيل. طبعا التفاعل من الطلاب كان معقول، يعني نقدرش نقول هو تفاعل شبيه باللقاءات الوجهية، بس كان في تفاعل معقول. وبرضه بعد ما نخلص اللقاء كان في تفاعلات من خلال الكلاس روم، وبرضه في عندنا البريد الإلكتروني. في الشعب الكبيرة أنا كان في عندي شعبة فيها 55 طالب يعني، فأنا باعتماد على استطلاع معين للطلاب هم فضلوا اللي هو التعليم غير المتزامن، يعني أنا أسجل المحاضرة بدون أي خلينا نقول interruptions من الطلاب أو غيرهم يعني، ونحطها على الزوم، وكان عندهم عرض للمحتوى التعليمي، وبعدها بنحطها على الكلاس روم قبل وقت المحاضرة. فاللي حاب يعمل برنامجه مع المحاضرات ويحضرها في وقته هيو بإمكانه، واللي حاب يحضرها في وقت حسب ظروفه يعني بإمكانه يستمع لها في أي لقاء آخر. طبعا طرق التقييم اللي استخدمتها، كان في عندنا امتحان أولا عامل مسبقا قبل حالة الطوارئ، بعدها انسجاما يعني مع تعليمات الجامعة لجأنا للوظائف المختلفة، واللي حقيقة تغير حجمها وطبيعتها يعني. يعني في بعض الحالات صارت أشبه ما تكون بتيك هوم اكزام، خلينا نحكي يعني حتى نعوض عن الامتحان الثاني والامتحان النهائي. صار في عندنا، أنا بالعادة بكون عندي مشاريع هيك هيك، بس صار في عندنا مشروع إضافي حتى يغطي اللي هو جزء من علامة اللي هي الامتحان النهائي. في جزئية المشروع يعني بدي أقول هنا في إيجابية، يعني أنا في مادة مبادئ المترجمات اللي هي مادة تخصص لعلم الحاسوب سنة رابعة، يعني الطلاب من سنوات عديدة يعني بيقدروا ينجزوا مشروع بهذا الحجم يعني، وأتوقع إنه حقق يعني فائدة كبيرة جدا بالنسبة لهم. كان في عندنا علامة تقديرية هي من 10 علامات للمشاركة بأشكالها المختلفة، والحضور والغياب قبل حالة الطوارئ، لأنه دوما نص الفصل تقريبا قبل حالة الطوارئ. وبعدها حاولنا نشجع الطلاب على التفاعل مع موقع المساق ويسألوا إلى آخره. طبعا زي ما حكينا الكل بيعرف إنه التقييم الإلكتروني صعب شوي يعني بهاي المرحلة، لأنه ما فيش عندنا مراقبة يعني، وما فيش عندنا البنية التحتية. وبالمناسبة في برامج معينة ممكن تضبط الأمور إلى أبعد الحدود يعني، بس قد يكون الجامعة ما بدها تستثمر في هذا المشروع حاليا يعني. شكرا لك. بحكي اشياء معينه، اذا ما فيش يعني بكتفي بهذا القدر يعني. الله يعطيك العافيه ومشكورين ومتاسفين الاساس. حياك الله يعزك. ناخذ كليه العلوم الاداريه ونظم المعلومات استاذ رامي تروش. يعطيكم العافيه يا جماعه، كل عام وانتم بخير الزملاء دكتور مصطفى دكتور عماد والجميع. طبعا انا بدي احكي بشكل مختصر عن تجربه كليتنا. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين يمكن مش كتير واجهنا مشاكل بسبب انه الجامعة اصلا كانت تدعم اللي هي اساليب التعليم الريادي، واللي جزء كتير كبير منها كان اللايف فيديو الستريم المحاضرات المسجلة مسبقا. فطلابنا يعني ما واجه مشكلة كبيرة في عملية التحول من التعليم العادي التقليدي للتعلم عن بعد، لان يعني اغلب الادوات هم اوريدي كانوا متعودين هيك على استخدامها. صراحة التحدي اللي واجهنا اللي هو شو الأساليب أو شو الأدوات اللي بدنا نركز عليها.
كان في خيرين اللي هو الزوم وكان في اللي هو الجوجل كلاس روم. طبعا تشكل لجنة احنا عنا في الكلية درست الموضوع هذا وقدمت اللي هي التوصيات. صراحة يعني مع تقديرنا لكل الأدوات اللي كانت مستخدمة إلا إنه الجوجل كلاس روم يعني وفر لنا بلاتفورم كتير ممتاز مرتب في كل الأدوات اللي احنا بدنا إياها. يعني صراحة احنا ما كناش او انا بحكي عن نفسي ما كنت احب استخدم الفيسبوك للتواصل مع الطلاب لانه مش شيء رسمي وما بتتواصل مع الطلاب باسمائهم الطبيعية الرسمية. التقييم والعلامات كلاس روم كان يوفرها بشكل كتير ممتاز. جوجل ميت على سبيل المثال ويمكن هذا من حظنا او هو توجه كان من شركة جوجل انهم دمجوا جوجل ميت مع اللي هو جوجل كلاس روم. يعني احنا اليوم صار في عنا بلاتفورم كامل من جوجل بتقدر من خلاله تسجل محاضراتك، بتقدر ترفعها، بتقدر تاخد فيدباك من الطلاب، بتقدر تخليهم يعملوا مشاركة، بتعطيهم واجبات بتسلمها، وبنفس الوقت أكثر أمن وأكثر جودة. فيعني هذا كان من الأشياء صراحة اللي إحنا ركزنا عليها واستفدنا منها بشكل كتير كبير. شكراً لك أستاذ رامي، الله يعطيك العافية. شكراً جزيلاً لكم بالوقت. على الوقت دكتور سلام الوحش ممثل في الطب. طبعاً في سلايدات دقيقة أو ثواني خلينا نقول من شارك السلايدات. بس افتح الكاميرا كمان. Share screen. Okay. السلام عليكم، يعطيكم العافية للجميع وكل عام وانتم بخير. أحب أشارك معكم على سريع التجربة في كلية الطب. طبعا الرجاء البدء بالسلايد الثاني. طبعا أول شيء بدي أعرف شو المواد اللي بدرسها. بدرس طب بشري سنة أولى مادة وعلم الميكروبات الدقيقة لسنة ثانية في الطب، وأيضا العلاج الطبيعي. طبعا في اختلاف في مستوى الطلبة بين التخصصين. نعم، استخدمنا الفيسبوك كطريقة لتواصل مع الطلبة وإعلان وتحميل ملف المحاضرة قبل إعطاء المحاضرة. طبعا فيديوهات للتوضيح، واستخدمنا برنامج الزوم لإعطاء محاضرات مباشر أغلب الزملاء. طبعا كمان كان في تفاعل مع الطلبة بشكل رسم توضيحي إلى عدم قدرة على الرسم على اللوح، فيديوهات توجيه أسئلة للطلبة لإدماجهم في المحاضرة، أعطائهم 5 دقائق أو 10 دقائق من وقت المحاضرة سواء في البداية أو في النهاية للأسئلة، عمل ساعات مكتبية حتى أحياناً كان يوم السبت، الحركات التوضيحية اللي هي non-verbal communication. معلش السلايد. أيوه شكراً. كمان كنت لحسن الحظ 3 مواد درستهم كنت عامل لهم first قبل مرحلة الطوارئ. المرحلة هاي جديدة زي ما فضلتوا على الجميع سواء الطالب أو المدرس، وهو كان تحدي يعني إعطاء واجبات لتغطية المساقات اللي درسناها، عمل مجموعات لعدد الطلبة الكبير، كان في عمل جماعي نوعا ما، عمل مقارنات بين مواضيع مثلا تعريفات إلى آخره. معلش السلايد التالية. يا قبل دكتور حبيبي شكرا. كان في تصحيح للواجب ثم إرساله للطالب يشوف الفيدباك، وعمل مناقشة في الواجب نفسه لتأكد أن هذه المعلومة نابعة من الطالب وشارك هو فعلياً في كتابتها ولا فقط جزء من الطلاب اشتغلوا جزء لا. الواجب النهائي حسب سنة ثانية أعطناهم، بالنسبة لي يعني أعطيتهم مشاريع لأن عندهم خلفية عن المواد وعن البحث العلمي. سنة أولى ما كان كافي، فكنت أتأكد أنهم درسوا المساق المطلوب منهم، فأعطيتهم أسئلة تخص المساق نفسه. الأسئلة كانت معلش إنه يرسم بالإيد مثلا كجزء، يعمل إبداعات مختلفة، إنه يرسم بالإيد وتعيين أجزاء، وعمل فيديو كمان توضيحي مثلا عن
الأوبئة في المستشفيات أو مشاريع مختلفة حسب المادة. السلايد الأخير نحاول ننهي دكتور. نعم نعم. هلا المشاكل بالنسبة لمشاكل الطلاب مختلفة، منها حتى المجموعات، نظام المجموعات لم يكن ممثل بالنسبة للطلاب، مش الجميع اشتغل بنفس الكفاءة، استفادة حوالي 70% بعد ما أخذت آراء الطلبة. بالنسبة للزملاء إنه التشكيك في العلامة، إن هاي هل هي مستحقة فعلا للطالب، هل بذل جهد ولا فقط من النت كوبي بيست. المطالبة بأنه يكون في كويزات ومراعاة ظروف كلية الطب بالتحديد، لأن طبيعة المواد عندهم تختلف عن الرياضيات أو الفيزيكس أو المواد الأخرى اللي بدها فهم وحل. يعني هاي لازم مثلا في مادة التشريح يكون الطالب حافظ وعنده القدرة في ثواني يجاوب على الإشي اللي حافظه. فنرجو أن نراعي فروق المواد والفروقات بين الكليات كمان. شكرا دكتور سلامة. خلينا نتعرف دكتور شرف الطرادة. حملنا دكتور شكرا. شرف نفتح الميوت ونفتح الكاميرا. اوكي دي بس نروح في باوربوينت في باوربوينت في باوربوينت للدكتور. دكتور لا ما في. اوكي لا في، بعثت لك على الايميل. خلينا نشوف اللي مش تمنى. ما بعثت لك على الايميل يا دكتور. اعطيني دقيقه بمش تمنى. متى بعتها دكتور؟ وين ماشي؟ بعتها يعني قبل اللقاء بربع ساعة. إلي؟ على نفس الإيميل اللي بعثتونا إياه. إيميل بعثتونا إياه إذا بتكون باوربوينت رديت عليه. أوكي. ماشي. مش أستاذ معتصم بتحب تبدأ كبداية قبل ما نجهز ل دكتور شرف؟ خليني افتح بس اشوف استاذ شرف معتصم. ام او بالعربي دي. بس استاذ معتصم اتحمل الثاني. طيب تفضل استاذ معتصم. نرجع للدكتور شرف. طيب بعرف شكل صوتي مسموع ان شاء الله. تفضل جاهز مسموع. طبعا استاذ مؤسس تحيه المهن التطبيق. حياكم الله. انا بس بدي اكد على النقاط اللي حضرتكم بعتوها. واول شيء مساء خير للجميع، للدكتور مصطفى ولرئيس الجامعه ولكل الاخوه الزملاء، وكل عام وانتم بخير. بالنسبه لموضوع التواصل مع الطلاب، احنا في كليه المهن التطبيقيه ركزنا على موضوع الجوجل كلاس روم كمنصه اساسيه في التعليم، حتى اعتبرنا ذلك وسيله للرقابه على المحاضرات الالكترونيه وعلى العمل الجزئي. يعني ما كنا نعتمد ولا اي محاضره الا لما نشوفها موجودة ونرجع لها على الكلاس ونتأكد من إنها موجودة ومعطاة بشكل كويس. يعني هو كمان كان أسلوب للرقابة على التعليم. كمان شغلة بالنسبة لنا كمان كتواصل، كان الكلاس روم والإيميل بشكل أساسي. التقنيات المستخدمة في الكلية، يعني كل التقنيات اللي حضراتكم ذكرتوها استخدمناها، سواء الزوم، الجوجل ميت إلى آخره، الفيسبوك. بعض الزملاء عمل قناة على اليوتيوب زي الأخت هاني عمر لخصوصية مساق الرياضيات وإلى آخره. يعني أبدعوا الزملاء في موضوع التقنيات اللي بيستخدموها. كتجربة خاصة لإلي في مساق مثلاً مقدمة في إدارة المشاريع، أنا استخدمت الجوجل ميت. كل محاضراتي كانت مباشر، يعني كنت أركز كأسلوب تدريس على المحاضرة التفاعلية. أول محاضرتين فقط تسجيل والباقي كله كان تفاعلي. كانوا الطلاب متفاعلين معي جداً، يسألوا ويشاركوا، يعملوا عروض تقديمية، يعني يبعثوا لي كيف مثلاً الزملاء بعث لحضراتكم، أنا كنت أفتح الباوربوينت وهم يشرحوها. كانت المحاضرة تفاعلية لدرجة إنه يعني متنافسين مين اللي بده يحكي مين اللي بده يشرح.
كتير كنت مبسوط في إعطاء الوثائق بشكل إلكتروني. بالنسبة للتقييم أنا بس إلي يعني ملاحظة، يمكن أعمال الفصل الكل حكى فيها، ولكن أنا بصراحة مع إنه يكون في امتحانات، على الأقل يكون في كويز. الدكتور مصطفى تفضل وقال إنه ممكن يكون المشروع في إمكانية أو الامتحانات ممكن يكون فيها شكل من أشكال الغش أو يعني عدم الأمانة. كمان نفس الحاجة المشاريع ممكن يكون فيها برضو هذا الشكل موجود. أنا نص دقيقة أستاذ معتصم بمش تحملنا نص دقيقة تفضل. أوكي يعني أنا معي نص دقيقة وأنهي. حاضر تماماً. الكويزز أنا جربتها واضطريت أعطي بعض الكويزز ولكن خليتها مفتوحة وكانت إلها نتيجة إيجابية كتير كويس. آخر شغلة بدي أحكي فيها مشروع المساق، أنا كان عندي عليه 40 علامة، خليت 20 علامة على التقرير و20 علامة على المناقشة، يعني كل الطلاب ناقشتهم واحد واحد وكتير من الإخوة الزملاء عنده نفس الكلام. خلال المناقشة تبين إنه في ناس ما إلهم علاقة في الموضوع وحتى صاروا يتحججوا، يعني يقول لك أنا ما عنديش مايك ما عنديش. أنا اضطريت في بعض الأحيان بعض الطلاب أنا أحكي معهم تلفون كانوا طالبين، وتبين إنه لما سألته ما عرفش يجاوب ولا سؤال. فيعني بصراحة ضروري إنه يعاد النظر في موضوع التقييم للتعليم الإلكتروني. يعني أنا أرفع توصية إنه ضروري موضوع التقييم الإلكتروني للتعليم عن بعد عفواً، كيف بدنا نقيمه أو وسائل التقييم، بدها هذه ورشة لحال أو بدها لقاء ينحكى فيه باستفاضة. يعطيكم العافية وشكراً كثير. شكراً شكراً حبيبي، يعطيك العافية. نرجع للدكتور شرف. شرف الطردة which one أني منهم يا دكتور أنت داخل هيك واست فيديو هيك زبطة معك لأنه أنت داخل بطريق الثاني الثاني خربطنا يا رجل. أوكي يلا ماشي توكل على الله. خلينا بس أضع الباوربوينت. بسم الله F5 and share screen. طيب عشان نستثمر الوقت على طول يعني سلاماتنا للجميع، مساء الخير للجميع، دائما الصوت واصل يعني. ويعني فعلا تجربتنا في كورونا علمتنا كيف نشتغل under stress وفي حالة طوارئ يعني. وحابب أحكي لكم عن تجربتنا في التعليم عن بعد. تفضل. أغلبك. أوكي. هلأ اللي ساعدنا في عملية التواصل مع الطلبة وإدماجهم في عملية التعليم والتعلم هو وجود أصلاً تواصل مع الطلبة مسبق، يعني من خلال عمل مجموعات على صفحات الفيسبوك لكل مساق. يعني كل مساق أنا أعمل له صفحة وبتواصل مع الطلاب وبنزل للطلاب ماتيريالز يعني تعليمية وفيديوهات وأشياء مسبقاً. فهذا الشيء ساعدنا مع يعني في التواصل مع الطلاب وكسر الفجوة التقنية خلينا نسميها ما بيننا وبين الطلاب من هذه الناحية. بالإضافة لأنه كان في عندنا تحديث مستمر لصفحات المساقات على الفيسبوك، إعلانات خاصة بالمساق، تسليم مشاريع للمساق، وإعلانات أخرى خاصة بالتخصص وبالجامعة وبالكلية. وكان عندنا كمان استجابة سريعة في التواصل والردود المباشرة على استفسارات الطلبة. الآن لما دخلنا على التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد على طول إحنا استخدمنا تقنية اللي هي كانت متاحة لنا، هي تقنية جوجل كلاس روم والزوم. نزلت طبعاً شرح تفصيلي لكيف الطلاب يستخدموا الزوم، وخليت بعض الزملاء يساعدونا ونساعد الطلاب في كيف إنهم يعملوا حساب على الزوم ونشتغل عليه. هلأ طرق التدريس فينا يعني هي كانت كل محاضراتي مباشرة مع الطلبة، ونعمل تسجيل لهذه المحاضرات ومن ثم أرفعها للطلاب في على المجموعات لكل مساق خاص بي. هلا طرق التدريس كمان في عندنا هي اكثر، يعني عندي مساق انا استخدمت على سي بي ال كوميونتي بيست ليرنينج، واجى كثير مناسب هذا المساق مع الظروف اللي احنا موجودين فيها، لانه يعني الطالب بده يشتغل من خلال المجتمع، ويعني والمشروع حولته بدل ما يشتغلوا في المصنع يشتغلوا عندهم في البيت. بالاضافه الى ذلك يعني في رقابه كانت عليهم من خلال انه لما نيجي على التقييم نحكي عنها بشكل تفصيلي.
اشتراك الطلبة في وضع خطة وتوزيع العلامات للمساق في ظل الأزمة. على طول احنا لما بلشت الأزمة جبت الأوتلاين أو الجديد وقلت لهم يلا خلينا نتفق على خطة جديدة للمساق وتوزيع جديد للعلامات، وتم بالتوافق مع الطلاب تحط خطة جديدة وتوزيع علامات جديدة وتقييم جديد مع الطلاب. ممكن نقول لك رأي التقييم على أساس الوقت؟ ماشي أوكي. فهنا عنا طرق التقييم اللي استخدمتها أنا طبعاً. هاي هون عندي هنا الأوتلاين الجديد اللي أنا نزلت للطلاب، يعني كيف كان المشروع من خلال يعني على الريبروك سيستم لكل الأشياء. عملنا عمل assignments، أعمال بيتية ووظائف وأسئلة وتقارير. التسليم مشروع نهائي اللي هو بدال الفاينل يعني، ولكن يشمل على ثلاث أجزاء. عمل أطروحة صغيرة على نفس نمط يعني مشروع التخرج، يعني دوكمنت مشغول بشكل دقيق، وعرض تقديمي. كل مجموعة من الطلاب عملونا يعني برزنتيشن وتمت مناقشتهم وأسئلة وطرح الأسئلة، وكل مجموعة زودتني بفيديو قصير أثناء العمل المشروع تبعهم، أثناء تطبيقهم للمشروع في المطبخ عندهم أو في 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 العمل. زائد إنه سلمونا هو مشروع آخر والهرباريوم يعني بالنسبة للنبات وبالنسبة للتقارير. دكتور شيخ هذا ما تم نرجع عشان الوقت كلام كتير. خلينا نروح للدكتور عبد الرحمن الحلواني ممثل كلية الدراسات العليا أو عمادة الدراسات العليا والبحث. دكتور عبد الرحمن بس ثانية عشان نشيل دكتور عبد الرحمن ما بعتنا بوابات. مش تحملونا بس ال طيب كاميرا اوكي. السلام عليكم جميعا. اهلا دكتور وعليك السلام الله تفضل. اول شيء كل عام بخير والله يعطيكم العافيه. حقيقه انا ما بدي اكرر ملاحظات التقنيه واستخدام البرامج، يعني لا شك انه هاي الجائحه التعليم الإلكتروني كان فرضاً على الجميع قصراً، سواء للهيئة التدريسية أو للإداريين أو للطلاب. ولكن بعد هذا الجو القصري لا شك أنه التعليم الإلكتروني سيكون في نوع من الاختيارية والتطوير، وهي نقطة كثير مهمة. يعني هي بداية أنه هي مسؤولية جماعية، لا شك أنه مسؤولية جماعية كانت من ابتداء من الإدارة، إدارة الجامعة، الهيئة التدريسية، رؤساء الدوائر والطلبة. هي مسؤولية جماعية لنجاح هذا التعليم. في بعض يعني لا شك أن التعليم الإلكتروني كان عندنا له وقت مضاعف بشكل أعلى من التعليم الوجاهي أو التعليم الكلاسيكي. في أنا يعني لخصت نقاط لاستشراف المستقبل حقيقة، يعني هاي النقاط ضرورية للنجاح وتجاوز المعيقات في المستقبل في هذا النمط من التعليم، وفي صعيد البرامج كلها، يعني مش فقط في برامج الماجستير أو كلية الدراسات. على عوجة أنا بس إذا سمحت دكتور. في النقطة الأولى إنه ضروري جدا إنه يكون في خطوط عريضة إلزامية للطلبة إضافة للهيئة التدريسية. الخطوط العريضة بشوف إنه أهم شيء تسجيل محاضرات، يعني هاي يجب إنه يكون شغل إلزامية للهيئة التدريسية هي تسجيل المحاضرات بشكل كامل، بحيث إنه الطلب يقدر يرجع للمحاضرة اللي فاتته أو بإمكانه، لأنه في غياب للساعات المكتبية أو أي استفسار مش دائما متاح إنه يستفسر من الطلاب. فتسجيل محاضرات ورفعها على الكلاس روم أو برامج أخرى هي ضرورية جدا. النقطة المهمة قضية التقييم. التقييم لازم نفكر فيه بشكل ضروري. إحنا مشكلة التقييم كانت في البداية أيضاً عملت إرباك الطلاب. الطلاب لما يكون من البداية آلية التقييم في البداية واضحة أمام الطلبة لا يوجد أي طالب يعترض بعد ذلك. فهاي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 وهي فائدة جداً استراتيجية للجامعة عنا، إنه هو بإمكان إحنا نعمل تشبيك واكتساب معرفة من جامعات أخرى ومحاضرين آخرين بشكل إحنا نعطيهم المعرفة وهم يعطونا المعرفة، لأنه في سهل جداً إنه يدخل على المحاضرة عندك طلاب مثلاً ماجستير من جامعة أردنية أو من جامعة مصرية أو من جامعة أخرى، فسهل جداً التواصل. فأنا بشوف إنه لا، إحنا هم مهم جداً نستغل هاي الفكرة للتشبيك، اكتساب المعرفة لطلابنا من محاضرين آخرين مميزين بنفس التخصص، نقدر
يجوا عنا، مش يجوا عنا يعني يقدروا يعطوا محاضرات إلكترونية أو يدخلوا الطلاب على قنواتهم. النقطة أيضا هذا بيؤدي إنه يعمل دعاية. حاول ننهي فيها دكتور إذا سمح. نقدر نعمل دعاية لبرامجنا، لأنه لما ننقل إحنا هاي المعرفة هذا بيعطينا بيعرفوا عنا الجامعات والطلبة الآخرين. النقطة المهمة بشوف من ناحية التعليم المعماري، التعليم المعماري إحنا أداة التخاطب بيننا وبين الطلبة هي الرسم سكتشين، أسهل جدا يكون وجاهي. هلا إذا بيكون تعليم إلكتروني صعب جدا من ناحية التصميم المعماري، فإحنا بدنا نوجد آلية إلكترونية مثلا سكتش باد يكون عندي، نقدر نعمل رسومات توضيحية للطالب تظهر عنده على الشاشة. هاي نقطة ضعف كانت موجودة، بتصور إذا إلكترونيا في إلها حلول ممكن تكون في فعالية أكثر في التعليم المعماري. مشكورة جهودكم. شكرا كثير دكتور عبد الرحمن. طبعا خلينا نبقى مع الدكتور محمد التميمي ممثل كلية اللغات. قربت إن شاء الله تصير كلية اللغات. يعطيك العافية. بس بدي أذكر كمان في استطلاع الرأي أو الأسئلة الموجودة للي ما عملها يا ريت يعملها، لأنه عندنا عدد لسه ما عملوها، في عدد جيد عملوها تلتين بس يعني للتذكير. طيب خلينا نعمل بس شير للسكرين. هذه لا عندهم تشوفوها نازلة. طيب بسم الله. طيب شايفينها؟ طيب يعني بدي احكي على عجاله بقضيتين اساسيات، قضيه تجربه مركز اللغات كمركز لغات، وقضية تجربتي أنا كمدرس في مركز اللغات. أنا سميت اللي وضع البرزنتيشن distance teaching can lead to success، وأنا أعتقد أنه كمركز لغات إحنا كنا قاطعين خطوة جيدة في تجهيز التقييم باستخدام alternative assessment، فكان في شغل كتير حلو ساعدنا ننتقل للdistance learning بدون أو تعليم عن بعد بدون أي مشاكل. من تجربتي في التدريس بشكل سريع لأن الوقت ما بيسمح، أنا بدي أحكي بس بعض النقاط اللي خلصت لها من خلال التدريس في خلال شهرين الماضية وسريعة جدا. الشغلة الأولى كتير مهم إنه كمدرس أن أكون واضح مع طلابي من حيث الإكسبكتيشنز، ما أعملهمش البحر مواتي يعتقدوا إنه يعني الوضع رايح يكون مختلف إنه، فمهم جدا. الشغلة الثانية تكون الإنستركشنز واضحة، وحكى بعض الزملاء حكوا عنها الروبريكس كيف المعايير اللي بدها التقييم عليها، وحتى الالتيرناتيف اسسمنت التقييم لازم يكون بديل متميز مش بس امتحانات. فهاي اذا احنا اشتغلنا عليها من البدايه مع زملائنا احنا اشتغلنا عليها وبعتقد انه كان في يعني اداء جيد. بي ليرنينج سنتر مهم يا جماعه انه طلابنا نركز عليهم، نعمل التعليم فن لانه فن اذا اردنا، نخلي طلابنا يكونوا مشاركين معنا ونشارك معهم ويشاركوا مع بعض، ونكون كمان في النشاطات اللي نعملها نكون شوية إبداعيين وخلاقين وكرياتيف في الطريقة المقدمة. Be fair إنك تكون عادل مع نفسك وتكون عادل مع طلابك، عادل معهم إن أنت تعطي الطالب حقه في نفس الوقت أنت تكون كمان تعطي وقت لنفسك تقدر تشتغل تأخذ راحتك، وكمان يعني تعطي يكون في عدل تمسك القضية من المنتصف. في مثل في الإنجليزي بقول لك the more is merrier، يعني كل ما زادنا كل ما كان أفضل. وفي التعليم بالتحديد كل ما كثرت المادة ليس بالضرورة النتيجة حتكون تعلم أفضل، إحنا ممكن ننتقي ما يحتاج الطالب بشكل أساسي ونركز عليه، وممكن لأنه إذا أعطيناه 20 وحدة وحيستوعب 3 خلينا نركز على 5 ونمشي بالموضوع. والأسايمنت كل ما كثرت لا يعني إنه أنا والله أنا ضغطت الطالب هي يتعلم، لا مش بالضرورة، فرجاء ناخذها بعين الاعتبار. بي بريزنت حضور المدرس من أحد أسباب نجاح التعليم. في بعض المدرسين موجودين 24 ساعة 24/7 زي ما بقولوها، وهي كارثة لأنه أنت مشكلة أنت لك حياتك وإلك أمورك الأخرى. في بعض المدرسين ما برد على الطلاب ولا على الإيميلات ولا على الماسنجر وكأنه هذا الطالب هو بيشتغل عندنا، هذا خطأ. مفروض نكون نعمل توازن ما بين وجودنا بيكون موجودين، بنحط لهم بوست عندهم ديدلاين نقول لهم انه في ديدلاين، مش بالضروره نعول انه ان شاء الله عدد منهم ما يتذكر ويحمل الماده، لا مش بهذه الطريقه. طبعا ما بقصد انه في ناس بيعملوا هيك، بس بشكل عام لازم نكون لنا وجود جيد يقدر الطلاب يستفيدوا من وجودنا. Give them voice، طلابنا يا جماعه طلابنا اذكياء،
طلابنا مبدعين، طلابنا بيقدروا يقدموا شغل كتير. انت بامكانك تستفيد من طلابك، طلابك يستفيدوا منك، وتعطيهم مسؤوليات. احنا بعد ما يخلصوا الجامعه بدهم يمسكوا المجتمع، فاذا انت من البدايه من الجامعه ما حمل مسؤوليه معناته عنده مشكله. فان دورنا احنا كمدرسين نعطي صوت، مش بس صوت انه يحكي، صوت بمعنى انه يكون له جزء بالايفالويشن، البير اسسمنت، وهذا جربناه بمركز اللغات وأماكن اخرى، رائعه جدا. لما الطالب يحس انه هو مسؤول بامكانه يقدم ويعطي، والله سترى العجب، سترى يعني العجب الايجابي، يعني سترى ابداعات عند الطالب، فناخذها بعين الاعتبار. بي تك سافي، وبدنا نتحمل بعض قضيه التكنولوجيا. يعني احنا فرضت علينا، وجدنا نفسنا بندرس اونلاين، بدنا نتعلم زوم وجوجل كلاس روم والفيسبوك، وبدنا نقدم ونبعث مسجز ونجاوب، يعني قضيه كبيره. النصيحه ومن تجربتنا، النصيحه انه التكنولوجيا موجوده مش مروحه، فبدنا نستغل هذه النقطه. القضيه الثانيه، نبدا ببساطه، انا بعرف زوم او بعرف شوي على جوجل ميت، خلينا على جوجل ميت، مش مفروض استخدم خمس ست شغلات، لانه اذا يعني رحنا باكثر من مكان عمليا سنفشل فيهم جميعا. القضيه اتس ا ماتر اوف سيتنج. والله انا من القضايا اللي اراها من زملائنا على الفيسبوك ومشاركاتهم على المجموعه والايميلات والقضايا حتى في الويبينارز اللي نحضرها، بقول لك الطلاب دخلوا علي وسيطر على الشاشه وانا مش عارف اعمل ولا شيء ومش عارف احط الطلاب. طب ما انتهى اي سيتنج، هذه بس ادخل غير الاعدادات انت بتمسك بعدين. ما بنفع انه نضل ندرس هم طلابنا واحنا مدرسين وبس ما لهم علاقه باللي بصير في عنا. مثلا على زوم بتقدر تحطهم مجموعات، حطهم مجموعات خليهم يشتغلوا مع بعض، روح على المجموعه وزورهم شوف شو بيعملوا، هاي بتعطينا فرصه رائعه. بالنهايه اللي بيزبط معك اشتغله، واللي ما بيزبط معك ما تشتغله، وعود طلابك عليه يكونوا هم واضح لهم واضح لك. انا بتصور هيك بتنهي. نهايه، teach smart don't teach hard. شكرا لكم ويعطيكم العافيه. شكرا دكتور محمد. هلا رح نختار مجموعه من الاسئله اللي تم طرحها على الشات ونجاوب عليها. اسكر ال اعطونا بس ثواني. طيب بس في كمان اخرين بدخلوا. بس ملاحظه للي عنده اسئله، اذا سمحتوا يعني يكتبها، هي مفتوحه الشاشه امام زملائي اللي زميلتنا بشائر والاستاذ علاء كمان مش محصرين. في بعض الاسئله انكتبت بتتحدث عن قضايا كثير، فممكن احنا نجاوبها، ممكن كمان من زملائنا المشاركين اللي قدموا تجاربهم ممكن يعني بمش حملون يرفع ايده تحت موجود انه ريز هاند، او يعني نحاول نوصل للسؤال اللي موجود عندكم. شو في اسئله مثلا ممكن نشاركها؟ طيب في سؤال من الدكتور فواز، يعني ممكن نذكر الاسم او لا، اللي هل يوجد توجه للتعليم المدمج في ظل الخبرات التي تراكمت وحتى تحويل ومتى تحويل بعض المسافات لتصبح الكترونيه؟ بدي اقول كمان انه الدكتور مصطفى بجانبنا وبامكانه كمان اذا اراد انه يعني يجاوب بعض الاسئله. اعرش بشكل سريع على قضيه التعليم المدمج. احنا في الجامعة قدمنا مشروع لإيراسموس بلس عن التعليم المدمج بقيمة 1,000,000 يورو، ننتظر الرد. في عندنا كمان مبادرة على مشروع مع النرويجيين تقريبا 2 مليون أو 1.5 مليون لها علاقة بالتعليم المدمج والتعليم الإلكتروني، وكمان في لجنة في الجامعة تعمل على عمل نموذج لتعليم مدمج البلندد ليرنينج حتى يتم فعلا مشاركة التجربة نعيشها ونقدر نكون نتمكن منها. أشوف بس شو لازم. طبعاً بشكره. قضية الساعات المكتبية، حد بذكر إنه لازم يكون في ساعات مكتبية. كتير أساس يشتغل إنه يحطوا ساعات مكتبية برا وقت المحاضرات. هلا في على دكتور مصطفى. بس الاصل انه كل مدرس يعين ساعه مكتبيه، يعني كان شغله كثير ضروريه انه تكون ريكويرمنت. اذا تمينا في الصيف واشتغلنا على الاونلاين، الاصل لازم تبقى في ساعه مكتبيه معلنه والمدرس يتم يلتزم فيها وكمان الطالب يستفيد هلا منها. في اقتراح كان انه نعمل تسجيل للمحاضرات الوجهيه لطلاب البيض، وهي حقيقة فكرة جيدة.
هلا كمان بدي اي حدا من الزملاء ممثلي الكليات بيشارك بس مجرد يعمل ريز هاند. اوكي طبعا هلا في سؤال عن الفصل الصيفي كيف ممكن يكون، ممكن الدكتور مصطفى يقدر من نعمل له انميوت. دكتور مصطفى انميوتد واحنا بنموت حالنا. شكرا مرة أخرى، يعطيكم العافية جميعا. يعني كثير ملاحظات ومداخلات وبرزنتيشنز كثير كويسة وتعكس تجربة غنية، وإن شاء الله بنبني عليها مرة تانية. إحنا مقبلين أكيد على الفصل الصيفي، وإذا لاحظتوا الإعلان كان هو تعليم وجاهة، إلا إذا اقتضت الحاجة وكان في إعلان بتمديد فترة الطوارئ اللي بتنتهي بخمسة ستة. إحنا فصلنا الصيفي بسبعة ستة، ما بنقدر إلا نتبع التعليمات اللي بتجينا من الجهات الحكومية، وزارة الصحة ومجلس الوزراء. يعني ما بدنا نبني على احتمالات، إحنا على الحالتين مستعدين وأساتذتنا راح يكونوا مستعدين. التجربة في التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، أنا بطمنكم راح تكون أفضل، راح نبني على الإيجابيات، راح نخلص السلبيات ونتغلب على كثير من المعيقات. إحنا حالياً أصبح لدينا طلبة قبل مدرسين، شيء من ثقافة التعليم والتعلم عن بعد. في عنا قضية ملحة هي قضية التقييم للأسسمنت والإيفاليويشن. أنا بطمنكم وبوعدكم إنه راح يكون في لجان قبل بداية الفصل الصيفي راح تحط المعايير والأدوات والأدوات وأساليب القياس، سواء إذا رحنا لبعض الامتحانات الإلكترونية وضوابطها أو عدد الأسايمنتس، لأنه إحنا اعتبرنا إنه اعطي أسايمنتس قديش بتقدر. تفاجأنا إنه ظلم في هذا الموضوع جهتين، الأستاذ النشيط والمخلص، وكلنا إحنا مخلصين، ولكن حسب طبيعة مادته كان يقتضي إنه يكون في عنده أسايمنتس كثيرة. لما بدأ يأخذ أو يسلم من طلابه، التغذية الراتحة كانت عبء كبير عليه، ما بيقدر يهمل شو وصل من طلابه، بنفس الوقت بده يلحق على طلابه. وكمان هذا الأستاذ عنده أربع خمس مواد أو خمس شعب، فيعني كانت الأمور متراكمة بحجم وعباء كبيرة. نفس الشيء الطالب المجتهد اللي كان بده يتجاوب مع أستاذه، كان في عنده إشكالية برضه، عنده 18-19 ساعة، وبعضهم عنده 20 ساعة، الخريج برضه بده يستجيب لحاجة المدرس تبعه، شوف قديش متراكم عليه أسبوعيا، وكمان عنده أبحاث وتقارير وبروجيكتس، هذه بدها إعادة ضبط. احنا مبسوطين انه المدرس كان يضغط على طلاب بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من مخرجات التعلم في المساق بغياب التعليم الوجاهي، ومبسوطين من رد فعل الطلاب النشيطين انه يستجيب لهذا الكم الكبير من الهوم وركس والساينس والبروجيكتس. بس برضو هي فيها جزئيه غير عادله، احنا راح نعيد ضبطها من جديد. الامتحان الالكتروني مره اخرى فيه كثير مطالبات من الاساتذه ومن الطلاب، نروح باتجاه الامتحان الالكتروني اللي فيه نوعا ما ضوابط. الامتحان الالكتروني بحكي لكم بصراحه شديده، لا يوجد في امتحان الكتروني في العالم تضمن مهنيته وموضوعيته وشفافيه تقييمه اذا كان هناك غياب للرقابه. في محاولات موجودة سوفت ويرز تراقب الطالب، هناك مطلوب إنه يكون في عنده كاميرا أو أكثر من كاميرا تراقب حركاته تراقب. إحنا مش رايحين لطريقة بوليسية نفتح الطالب إلى أثناء الامتحان بقدر ما إنه يكون ضبط مستوي. شكرا. طيب يعطيك العافية دكتور. بس في لحظة صامت أنا شغال، بس بدي أطلعكم على نتائج الصامت نتائج الاستبانة اللي عملناها بشكل سريع. سألنا زملائنا إنه كيف بتقيموا تجربتكم بالتعليم عن بعد في خلال الجائحة. 41% very good، 37% very good، في عنا 20% بيحكوا moderate متوسطة، و5% bad. يعني هذا حقيقة هذه نتيجة يعني من المشاركين، إحنا تقريباً
40 شخص شاركوا أو أجابوا، 77% من المشاركين أجابوا، وهذه نتيجة رائعة جداً. السؤال الثاني: Would you teach this summer if it is only online or distance؟ إذا بدك تدرس تعليم عن بعد إذا في هذا الفصل، 60% قالوا نعم، 27% قالوا مش متأكدين أو not sure، وفينا 17% لا. وكمان مرة هذه بتحب تعطينا يعني نتيجة كتير حلوة إيجابية. سؤالي الأخير: To what degree do you think you achieved your course outcomes؟ هل حققت أهدافك للمسار اللي لك خلال التعليم عن الإلكتروني؟ ال 100% 22% اللي قالوا 75% حقيقة هم 71%، يعني إذا دمجنا 100% وال 75% بنحكي عن 93% من زملائنا حققوا تقريبا الأهداف من الكورس اللي درسوه. هل هو 50% في 10 وواحد قال إنه 25%. مشكورين على هذه الـ يعني وجهة نظركم وإعطائنا الرأي، لأنه هذا فعلا بيساعدنا كمان لصياغة لقاءات مستقبلية. شغلة سريعة كمان، اللي ما عملها بإمكانه برضو يعملها، مشكورين. في كمان سؤالين ممكن ناخدهم وبعديها بدنا نطرح عليكم سؤال له علاقة بقضية شو ممكن يكون اللقاء القادم. احنا عندنا مواضيع مقترحة باسمي وباسم الجودة والدكتور مصطفى وإدارة الجامعة، يعني حابين أو بداية هل نكمل ولا لا، هل في فائدة في الكلام اللي نحكي. أنا بعرف أنه عدد كبير كان حابين يحكوا بس مش قادرين يحكوا، بس ما هي طبيعة السيمينارز أو الويبينارز بتكون بهذه الطريقة. في سؤال: إلى أي مدى لجأتم إلى إعادة صياغة أو تغيير الأهداف التعليمية بشكل عام من حيث التواجد مع سريع التعليم الإلكترونية والتجاوب مع الأزمة؟ إذا نبدأ جاوب بشكل سريع، حقيقة هي بيعتمد على السلبس تبعتك على المادة اللي إلها. إذا كانت مادتك أصلاً أنت شغال على نشاطات مع طلابك والتقييم أو الأهداف هي الأهداف، بتحققها أونلاين ولا فيس تو فيس، بتحققها بطرق مختلفة، بس المعيار الحقيقي اللي هي طريقة النشاطات اللي بتقوم فيها والأكتيفيتيز والمشاريع والتقييم، هكي بتقوم بعملية التقييم. إذا كان التقييم في مرونة بحيث إنه بإمكانك تعمله فيس تو فيس أو أونلاين أو في بيتك أو في المعمل أو وين مكان، زي ما حكى الدكتور شرف مثلاً المطبخ صار هو مختبرهم وهكذا، إذا أنت قادر تعمل هذا الكلام عملياً التغيير بيكون بس يتوائم أو يتناسب مع التغييرات اللي تعملها بالمساق. الأهداف هي أهداف بس طريقة تقييمها أو طريقة تطبيقها عفواً. هذا أعتقد سؤال من وسام كان، إن شاء الله نكون قدرنا يعني نجاوب. ساعدوني. اقتراح من الأستاذ أمير التكروري. اقتراح الأساتذة مساق البحث العلمي لعمل ورشات ومحاضرات عن الأسلوب العلمي الصحيح لعمل التقارير والمشاريع وغيره. يمكن كمان هاي مش بس للبحث العلمي، أنا بتصور قضية البحث العلمي، يعني الدكتور ياريت كمان إذا بيقدر يشاركنا، قضية البحث العلمي هذه مهمة جدا مش بس للمساق وإنما للطالب في كل مساقاته، فإذا بنقدر نستغلها نعمل تدريبات. يعني إحنا بنوعدكم بفريقنا المتواضع والباب مفتوح للجميع اللي بحب يشاركنا، إنه نحاول نقدم تدريبات أو لقاءات نسمع من الجميع. إذا كان العدد يعني عندنا تقريباً 60 شخص شاركوا أو 65 في مرحلة من المراحل، وهذا عدد ممتاز وجيد ونشكر الجميع. إذا كان الوقت بيسمح كمان ممكن نعمل بالمجموعات اللي احنا موجود بنحطكم بجروبس ونناقش قضايا ونرجع نحكي مع بعض، يعني زوم وغيره من البرامج بتسمح لقضايا من هذا النوع. احنا سمحنا لنفسنا انه نعطي كمان ربع ساعه فضايل دقيقتين ثلاثه اذا حد تقرايها. اذا في الدكتور مصطفى بحب ينهي بشيء، لانه في شغله صغيره برضه حابب اضيفها. دكتور أنت ميوت يا دكتور؟ جاهزة. شكراً دكتور محمد. هل في ملاحظة آخر ملاحظة لطالب من الطلاب
بتوقع اسمه قتيبة حابب يعمل مداخلة شفوية سريعة إذا سمحت تقوله، بس خليني أرد على مساق أساليب البحث العلمي. أنا مساق أساليب البحث العلمي متطلب كلية لطلاب البكالوريوس. أنا بقدر إنه كثير من الطلاب ما مروا في هذا المسار حتى اليوم، وطلب منهم إنه ينفذوا بعض المشاريع ضمن معايير أساليب البحث العلمي. المشاريع ما كانت هي مشاريع بحثي بالمعنى الكامل، لكن كانت هي رسائل بحثية مفروض نكون قصيرة. وكان المطلوب من أي مدرس يكلف طلابه بمشروع، إذا كان هذا مشروع بحثي يعطيهم الخطوط العريضة لتنفيذ المشروع أو الالتزام بمعايير البحث العلمي الصحيحة. وأهمها طبعاً التوثيق والرفرنسز والنسخ واللصق والتحرير ومش بالضرورة تكون مشاريع من 100 صفحة من 5 صفحة حتى 10 صفحة. مع ذلك موعدكم إحنا في المرة القادمة إنه ما يكون في أي طلب بمشروع يعني يتطلب أن يكون في خلفية عند الطالب فيه عن البحث العلمي وصول البحث العلمي، اللي نحاول نمرره بالتريننج ولو بسيط في محاضرة من المحاضرات. وبتمنى لكم التوفيق ومثل ما أحكم زملائي في الدكتور جودي الدكتور محمد إنه نسمع منكم المرحلة القادمة شو ممكن نحسن، شو ممكن نطور، شو ممكن نقلص من أخطائنا، نتعلم من أخطائنا ومن تجاربنا. لكن بدي أحكي بس في النهاية إنه لازم يكون في عنا ثقة بأنفسنا أساتذة وطلاب إنه اللي عملنا عملنا إشي كثير كويس، يعني مقارنة باللي صار في جامعات أو في دول أخرى غلبنا على كثير من المشاكل، ولكن لا ندعي إنه كان هذا هو الشيء المثالي، ولكن أفضل ما هم كان موجود. شكرا لكم جميعا. أنا هذه سير جاهزة؟ طيب بدنا نطلب إذا ميوت يا دكتور إذا سمحت. نعمل في كمان ليش ما ظهرش؟ ليش ما ظهرش؟ تفضل. طلع الجدار في الأسئلة الجديدة. لا. بمش تحملونا بس بدنا نضع in polling. أوكي. خلاص. And I did the question here. طيب. أعطونا دقيقة. طب هذا. أوكي. طيب. Share it. How do you close it? Edit will help. طيب مش ظابطة. كنا حابين بدناش نضيع الوقت عليكم، بس كنا حابين نسمع. طب ممكن تعملوها على الشات إذا سمحتوا. المطلوب منكم سؤالين. السؤال الأول تحملونا فيه بس. You know, how satisfied are you with this webinar? Very satisfied, satisfied or unsatisfied? إذا تعتقد إنه اللي عملنا ما فيش فيه فائدة أو فيه فائدة أو فيه فائدة كبيرة. والسؤال الثاني، شو المواضيع الأخرى اللي بتقترحوها؟ خليني أضع الأسئلة على الشات ويعني تختاروا الإجابة التي تناسب رأيكم. يعني أنا بضعها للجميع على الشات هون. بسم الله. ويا ريت يعني كلهم لا عفوا هذه لما للكل. اوكي انا وضعت سؤالين مفيد اذا تم التوصيل ترى ان شاء الله. الاسئله عندكم السؤالين هذول بامكانكم تكتبوا ما يعني اللي بدكم اياه ما في مشكله. خلينا نسمع. طيب هل إيش؟ طيب قتيبة
أستاذ قتيبة تفضل. قتيبة معنا، تفضل قتيبة. أنا ميوت. لا 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 أنا وين راح قتيبة؟ طالب وشكله طلع، مش مشكلة. قتيبة أنا مش شايفك يا قتيبة، ارفع ايدك يا قتيبة عشان تبين. مش ايدك ايدك يعني قصدي انت فاهم عليها. خليني ابحث عنه بالانجليزي. قتيبة طيب، اول شيء لور هاند وبعدين انميوت. احنا عاملين كان ميوت يا قتيبة، انت بامكانك تحكي. حلف يمين قتيبة. اولا اتوجه بالشكر لرئيس الجامعه والنائب الاكاديمي وكل الساده الحضور، وشكرا لكم على هذه المحاضره، فعلا القيمه جدا. وفعلا انا صراحه من قبل كنت متمنى انها يعني تكون موجوده او حتى نعطي ارائنا وتجاربنا. طبعا انا عندي بعض المراحل. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ انا شخصيا مش عارفك، ما بعرفش اذا زملائي بيعرفوا. طبعا معكم قتيبه نضال الجعبري، بدرس دبلوم في تخصص تصميم ويب. اهلا وسهلا، تفضل حبيبي. طبعا على عجاله اذا سمحت خلال دقيقه. نعم نعم، بشكل سريع بدي اذكر الملاحظات. الملاحظات اللي بدي اذكرها طبعا هي اول شغله انه موضوع الامتحانات. احنا بامكاننا نعتمد امتحانات شفويه غير سكند فاينل. المدرس في اللايف يعطي اسئله مباشره للطلبه ويجيبوا عليها من خلال دراستهم وفهمهم لهذه الاسئله، وعلى هذا الاساس يكون التقييم. بشكل سريع النقطه الثانيه اللي بدي اقولها، للاسف صارت تعارضات في كثير من المحاضرات خلال فتره التعليم عن بعد، عدم التزام بعض يعني المدرسين بالموعد المحدد، هذا خلى في تعارضات. في الملاحظه الاخيره واخر شيء بدي اقوله حتى ما اطول عليكم، اتمنى ان هذا الشيء انه يخلينا في المرات القادمه انه المحاضره اللي ناخذها وجاهي تتوفر تسجيل فيديو لحتى نقدر نرجع لها ونستفيد اكثر. والشق الاخير انه في موضوع اليه التسجيل للفصول الدراسيه، انه برضه هذا نستفيد منه انه يكون في اليه الكترونيه للتسجيل، اليه اسهل للطلبه. هذه طبعا شكرا لكم على هذا المجال اللي راح فينا اسال فيه احكي فيه ملاحظاتي، وشكرا لكم. يعطيك العافيه. بس خليني بشكل سريع، قضيه الاسئله الشفويه ما هي اصلا يعني بتصير، احنا اذا بدي احكي عن مركز اللغات احنا، بس هي مش اسئله مش امتحانات. وبعدين يا جماعه خلينا نفكر بنطاق اوسع شوي. هلا الامتحانات هي احدى الطرق للتقييم، وفي عندنا يمكن 25 طريقه للتقييم، والامتحانات هي واحده منها. وبالتالي ممكن نعمل امتحان، ممكن نعمل كويز، في برامج سهله جدا يعني بخبرتنا موجوده وبنقدر ندرب عليها ونعطيها لزملائنا. انت في المحاضره البولينج البول اللي الاستطلاع الراي اللي عملته، انت بامكانك تعملها امتحان وتطلب اسم الطالب ينكتب وبيطلع عندك نتائج كل واحد شو جاوب. هذا شكل سريع. الكويزز هاي شغلات كويسه. الامتحان اللي بنحكي عنه الطالب يقعد ساعتين ويجاوب، هذه على الاونلاين لها محظوراتها ولها مشاكلها زي ما حكى تفضل الدكتور مصطفى. لكن في تقييمات، في مشاريع، في فيديوز، في تسجيلات، في ايفالويشن، في بروجكتس، مشاريع يعني مشاريع ويعني متنوعه. والدراسات يعني في هذا المجال اظهرت انه انك تعمل ايفنت او تعمل بروجكت او تسجل فيديو او برزنتيشن هي من افضل الطرق للتقييم الموجوده في العالم، وبالتالي ممكن نستخدمها. قضيه التعارضات هذه حقيقه هي الاصل، الجميع التزم بتعليمات الاداره، الاداره واضحه من 10 ل 6 حط برنامجك من هذا الترتيب. بعض الزملاء للاسف قد يكونوا فهموا خطا او ما سمعوا او تصرفوا بطريقه من غير يعني مش بهذه الطريقه، بتصور يعني هذه حلولها موجوده.
التسجيل الآلي زي ما حكت زميلتي ثولة بنعمل عليها اصلا جزئيا انت بتسجل آليا، يعني انت في البيت بتسجل مساقاتك كاملة في البيت من دون ما تسجل، لكن الدفع وهي القضايا يعني ان شاء الله بنشغل عليها بشكل جيد. شو حكيته في الاستاذ جبريل ابو انس مش انا غلطان. طيب ان ميوت استاذ جبريل بتحب تتفضل؟ مش جبريل ابو انس من طالب. يعطيك العافيه. تفضل عرفنا حالك بس. جبريل النقشه طالب هندسه حاسوب سنه ثانيه. حابب اول شيء يعني شكرا جزيلا على هذه الجلسه الرائعه يعني استفدنا منها وبتقدر توصل الاراء ل يعني ناخذ فيدباك انه من المدرسين كيف كان رايهم، الاداره كيف كان رايها بضاعه على هذه العمليه، والطرف الثالث اللي هو الطلاب كيف كان رايهم انطباعهم. فانا حابب انه احكي من خلال تجربتي مجموعه من النقاط والتوصيات يعني اللي ممكن كمان انها تفيد في حال استمرت عمليه التعليم الالكتروني خلال الفصل الصيفي. بالنسبه للمشاكل اللي واجهناها، في مشكله كانت انه صعب نتواصل مع المدرسين او مش كل المدرسين بتجاوبوا على الايميل او بتجاوبوا على الرسائل سواء الفيسبوك، وما في طريقه يعني كنا مثلا في عندنا ساعات مكتبيه نقدر نتواصل معهم بطريقه سليمه، ولكن هلا يعني صرنا نواجه صعوبه اكثر في انه نتواصل معاهم. الشغله الثانيه انه بالنسبه لتقييم الابحاث، ما صار اغلب المدرسين يلجأوا انهم يعطونا ابحاث، فاحنا لما نجي بدنا نتقيم على هذا البحث بيكون في موجود مثلا 5 شروط المفروض تتوفر في البحث، ولكن مش شرط انه الطالب اللي بيكون محقق هاي الخمس شروط او المواضيع انه ياخذ العلامه الكامله في المشروع. فهو ما في فعليا يعني لما يكون في 40 علامه على مشروع بحثي لازم نسلمه، ما في مرجع اساسي انه هذا صح هذا خطأ في البحث، لأنه يعني بالنهاية إلي مصادر إلي مراجعة ممكن تكون مختلفة عن مراجعة مصادر الدكتور. الشغلة الثانية بس أخيرة لأنه في زملاء آخرين حابين يحكوا كمان، تفضل. طب معناته بدي ألخص وأحكي يعني توصيات. نقطة أخيرة واحدة إذا سمحت. أقل من دقيقة. لا نقطة واحدة بسريعة. تمام. بس لتخصيص ساعات مكتبية وضع نظام واضح بالنسبة للتقييم في المساقات في حال بدنا نستمر للفصل الصيفي. يكون معلنا للطلبه من قبل بدء التسجيل يعني. انا بتفق معك. وشكرا شكرا. يعطيك العافيه. قضيه المشاريع تحب تحكي؟ هي قضيه المشاريع الاصل لما تنعمل وتنعطى للطالب ينعطى معها تعليمات واضحه، وهي التعليمات واضحه فيها خلينا نقول روبريك واضح يبين للطالب كل الانشطه اللي مطلوبه منه والعلامات اللي مستحقه على هذا النشاط. فهي هذا ان شاء الله راح نشتغل مع المدرسين عليه خلال الفتره القادمه. بس شكرا لكم. في يعني طالبين شاركوا وسالوا اسئله، انا كثير مبسوطين نسمع صوتكم، وبعرف في كمان زملاء عفوا في كمان طلاب كثير مشاركين. احنا بنوعدكم، احنا كنا متفقين انه نعمل جلسه فقط للطلبه نسمع منكم، احنا حابين نسمع من الطلاب نشوف شو ارائهم. واحنا ما كناش مخططين لهي اللقاء للطلبه، لكن كنا متوقعين انه الطلاب يجوا، ما في عندنا مشكله. احنا اوبن دور او اوبن زوم، مش اوبن دور. بس في كمان في الاخ عبد الخالق الجنيدي حابب يحكي. بدي افتح الهاي، اذا بتعرفنا بنفسك وتفضل. تفضل اخ عبد الخالق. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا على الجلسه هاي. طبعا بس كنت بدي احكي نقطه واحده بخصوص نفسك. عبد الخالق الجنيدي طلب في كليه الحاسوب سنه ثالثه. هلا عندي بس نقطه معينه انه بغض النظر عن التقييم في الامتحانات او ما الى ذلك، بس لو في مجال انه مثلا بعد كل محاضره يكون في فيدباك فورم من الطلاب عشان تتحسن العمليه بشكل مستمر، لانه يعني احنا من خلال يعني خلص الفصل واحنا لحد هلا الطالب ما يقدر يعمل فيدباك للدكتور تبعه. فيعني لو في مجال مثلا يكون في بعد كل محاضره في فيدباك فورم، جوجل فورم صغير يعني من خلاله ممكن انه يعني تحسن المعايير اذا ممكن. بس يعني مش هذا لا يعني انه ما كان الاداء جيد، بس الاداء كان كثير منيح في اساتذه عملوا بشكل كثير منيح مثلا. بس يعني لو كانت هذه النقطه حتقدروا تعرفوا بالضبط شو تقييم الطلاب من خلال الفورم، على غرار يعني انه مثلا باخر الفصل بس تسالوهم، يعني لو كان بعد كل محاضره
هيك بتتحسن بشكل مستمر يعني لو كان في بعض النقاط. هلا هي بس اعطيك العافيه بشكل عام. ارتفعت التوصيه للمدرسين انهم يعملوا فيدباك خاصه في البدايات على اساس ياخذوا ملاحظات الطلبه وياخذوها بعين الاعتبار لما يشتغلوا على النقاط. بس اللي بتقترح هو حقيقه شيء جيد. لا في كمان مدرسين اعمالهم بيقوموا بهذا الكلام اصلا يعني قضيه التقييم الفيدباك يعطوا للمحاضره كمحاضره اكيد. طيب بدنا نشكر الجميع ويعطيكم الف عافيه. ان شاء الله سنعلن عن لقاء قادم سريعا. من القضايا اللي وضعناها كانت قضيه الفصل الصيفي، في بعض القضايا لها علاقه بالفصل الصيفي، يمكن من شغلات المرحله قضيه التقييم والكورس ديزاين، انا كيف بدي اصمم كورس اللي انا بدرسه في الفيس تو فيس، كيف بده يصير تقييم تصميمه ووضع التقييم المناسب. شكرا لكم جميعا. الشاشه لا تزال موجوده، اللي بحب يترك شيء احنا بنحتفظ فيها، واللقاء كاملا ما عدا اللي قالته خوله في البدايه ما كانش مسجل، متاسفين عن الستاتستكس، لكن اللقاء مسجل وبنعمل شير له على صفحه الجوده وممكن كمان على صفحه الجامعه. تواصلوا معنا، بنحطه ممكن على يوتيوب على اساس يكون رابط بسيط للجميع. شكرا لكم. بدي اشكر الدكتور مصطفى على الاكيد بوجوده معنا، وجوده فيزيكالي هون مش اون فيس تو فيس ديستانس هيوجمنا. دكتور عماد طبعا بمداخلته مشكور جدا. بدي اشكر كمان الاستاذ علاء التميمي وبشائر نصار على فعلا الدعم، ولازم تشوفوهم يا جماعه، هذول الجنود المجهولين اللي شغالين ما شاء الله عنهم، وزميلتنا خوله طبعا ما شاء الله عنها. شكرا لكم. اللي بدي احكي كمان احنا اجتهدنا وان شاء الله يكون هذا اللقاء جيد، واللي عنده اقتراحات ويحب يكون معنا ويساعدنا ويعمل لقائه الخاص فيه في تيبس معينه احنا جاهزين. يعطيكم الف عافيه وشكرا للجميع. السلام عليكم.